حكاية جذابة وكاميرا تتحرق برشاقة، إضافة إلى موسيقى ذات نبض وإيقاع. إنه مسلسل الجماعة المصرية الذي دخل حلبة المنافسة الدرامية خلال شهر رمضان وأثار الجدل بقدر ما جذب من المشاهدين. طلب دايما ضحايا. يعرض المسلسل قصة نشأة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية التي تأسست في مصر عام 28 وامتد جذورها عميقا في المجتمع المصري، وهي الآن تحتل 5 مقاعد البرلمان. لكن النجاح الجماهيري للمسلسل ترافق مع سخط الإخوان على العمل الفني الذي اعتبروه يقدم صورة غير محببة عن تاريخهم، وهي نقطة عرضها صناع المسلسل. المسلسل بيعرض حقائق وموجودة في كتب الإخوان وهم اللي قايلينها. كل إنهم يقولوا كلام غير ده، فده شأنهم وده يعني دي طريقتهم الضلالية. لكن الإخوان الذين واجهوا العديد من الحملات الأمنية ضدهم يقولون إن المسلسل يقدمهم كمتطرفين يؤمنون بالعنف، وتوقيت عرضه يأتي قبل 3 أشهر من الانتخابات لإضعاف التأييد لهم. بطلوا ورفع قضية على الشركة المنتجة والمخرج وكاتب السيناريو وعلى المسؤولين في وزارة الثقافة لفتحوا بالشفرة لبث هذا المسلسل. أرقام مشاهدي البرنامج عالية، ولكن ليسوا جميعهم مقتنعين بمضمونه. الناس القديدة ما يعرفوش حاجة عن جماعة الإخوان، فبيبقوا عايزين يعرفوا طب هي جماعة كويسة جماعة وحشة، بيسمعوا كلام كتير مالوش علاقة ببعضه، فيعني دي ممكن تبقى حاجة تساعدهم يعني إنهم يعرفوا عنها أي حاجة، بس هي برضو ما تعتبرش ريفرنس حقيقي يعني. ومع اقتراب الانتخابات سيكون على المشاهدين والناخبين أن يتخذوا قرارهم النهائي حول الفئة التي يريدون أن يدعموها.